السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي قناة محبي الزراعة المتواضعة. اليوم سنعمل على إكثار الأشجار عن طريق طبعا العقل، وهي أفضل بكثير من البذور. البذور تحتاج إلى عناية وإلى فترة طويلة ومن ثم تطعيم، تلك العقل هي جاهزة. وسنعمل الطريقة أمامكم ليستفيد الجميع. لنستفيد الجميع من هذه الطريقة. طبعا نأتي بسماد الماشي، نعمل على خلطه جيدا بالتربة، كون التربة طينية ويجب أن تكون التربة خفيفة وليست ثقيلة، ما يساعد في عملية كذلك تدور جيدا، عملية تجذير. وبعد ذلك الخطوة التي تلي خلط التربة جيدا مع السماد. الخطوة الثانية نعمل على كما تشاهدون تقشير الكشري الخارجي أو اللحاء الخارجي. عن العقل، وبعد ذلك الخطوة الثانية نقوم بإزالة شيء بسيط من اللحاء، هي قشرة خفيفة بمقدار سنتي. كما تشاهدون هكذا تكون أو يكون هذا المرود أو العقلة جاهزة. بعد ذلك نأتي بالفازلين، نقوم بتغطية المنطقة العظم كي لا تتسرب أي مياه تحت لحاء العقل. والخطوة التي تليها نأتي وكما تشاهدون بهرمون التجذير. طبعا علينا تغطية العقل من الجانبين بالفازلين كي لا يدخل إليها أي ماء أو أي هواء يتسبب بتلف أو تعفن العظم تحت اللحاء. وبعد ذلك نقوم بغرس العقلة في التربة. سنعمل عقلة أخرى، أنا عملت أكثر من عقلة ولكن هذا كي يستفيد الجميع. نقوم بإزالة الكشر الخارجي للحاء بقدر سنتي. من الضروري ألا نزيل اللحاء نهائيا، كون ذلك
يسبب تعفن وبالتالي تلف العقل ولن نستفيد منها. نأتي بقليل من الفازلين نضع بين العظم واللحاء كما ذكرنا كي لا يتسرب أي مياه تحت لحاء العقل. ومن الجانب الآخر نفس الشيء. وبعد ذلك نقوم بوضع هرمون التجذير أن تكونوا قد استفدتم من هذه الطريقة. ويوجد عقل أخرى سأعمل الآن على زراعتها، وسنرى فيما بعد شهرين من الآن كيف ستكون النتيجة. طبعا تلك العقل كنت قد جهزتها قبل أن أصور طريقة الزراعة العقل أو إكثار الأشجار بالعقل كما تشاهدون جميعا. طبعا الآن يبقى فقط أن نعمل على تغطية تلك العقل بإناء بلاستيكي، ونقوم كذلك بريها بشكل جيد، وسنرى النتيجة إن شاء الله بعد شهرين من الآن. كذا يبقى أن نأتي بإناء بلاستيكي لتغطية العقل. قبل أن نعمل على تغطيتها نعمل على ريها. طبعا نعمل على ريها بشكل جيد. كي تبقى الرطوبة لفترة طويلة. كونها لن نعمل على ريها بعد الآن. ولن نزيل الغطاء البلاستيكي عن تلك العقل قبل أن تبدأ عملية البرعة. وهذا هو غطاء بلاستيكي. طبعا أنا سأعمل على تغطيته بقليل من التربة كي يبقى ثابتا. طبعا وأنا جربت هذه التجربة قبل شهرين وسأريكم الآن بداية برعم العقل التي قمت بالتجربة عليها قبل أن أطبق هذا الفيديو أمامكم. وبعد قليل سنرى العقل التي تمت زراعتها قبل شهرين. طبعا وهذه تجربة قد أجريتها منذ شهرين على أحد العقل كما تشاهدون بداية البرعم، وكذلك هنا بدايات للبراعم ليس برعم واحد كون الأشجار في هذه الفترة النمو الخضري يكون نائم.
حتى تبدأ الأجواء بالدفء. هذا هو البرعم، بداية لهذا عملت هذا الفيديو أو تلك الحلقة كي يستفيد الجميع، وبإمكان أي شخص أن يقوم بقطع أي عقلة يراها مناسبة، طبعا على أن تكون عمرها عام ويعمل على زراعتها بالطريقة التي قمنا بها. طبعا والفازلين هو شيء ضروري لسبب واحد، وكي لا تدخل الرطوبة تحت لحاء العقلة، وبالتالي تحدث عملية تعفن ولن نستفيد في هذه الحالة من العقل التي قمنا بزراعتها. إذا مع تحيات قناة محبي الزراعة المتواضعة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بلايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.